مشاهدي ومتتبعي موقع بيربريس، اهلا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نحاولوا اننا نسلطوا الضوء على احد الشباب اللي قام بواحد البروجي بسيط هنايا في عرابه. نشوفوا الطريقه كيفاش كيصايب بيتزا في الشارع العام، وكاين واحد الاقبال ما شاء الله. السلام عليكم خويا. وعليكم السلام اخي. مرحبا بنا عندك وتبارك الله عليك. مرحبا اخي في اي وقت. شنو كيفاش فكرتي باش دير هذا البروجي هذا؟ بروجي اخويا ملي كتكون عندك واحد الحر في القلب ديالك ما كتقدرش تبقى مريح، كتفكر في اي طريقه باش تقدر تصوفي راسك وتهز راسك بلا ما تقول لوالديك عطيوه. تقريبا هاد البروجي هذا شحال كلفك تقريبا ديال الفلوس؟ تقريبا طالع بشي 13000 درهم. 13000 درهم؟ اه 13000. تساعدوا معاك شي ناس ولا؟ صراحه ما تساعد معايا حتى شي واحد. اييه. راسي انا شحال وانا خدام باش كنجمع ديك البركه باش درت هذا المشروع هذا، باش هكذا نقدر نعول على راسي ونتواجهوا مع الناس. والحياه كذلك. البيتزا اللي كتصايب ديالاش؟ كنصايب ديال الطون، كنصايب كفته، كنصايب فرويد مار، كنصايب بولي، كنصايب مارغريتا. وعندك شي تجربه في هذا المجال هذا ولا؟ ضروري عندي ديبلوم ديال هذا الشيء. عندك ديبلوم؟ ديال الفندقه. ديال الفندقه تبارك الله عليك. فين كطيب هذه البيتزا هذه ضروري خاص؟ هذه كنصايب انا هذا الشيء هذا كنقادو في الدار. اها. وكنصايب عاوتاني كنقول نطيب هنا. الله يسخر تبارك الله عليك. شنو تقول للشباب اللي كيف فقدوا الامال ما كيشتغلوش الى اخره؟ نقول للشباب ينوضوا يتحركوا على راسهم، حتى شي واحد ما غادي يدق عليك ويعطيك شي حاجه الا ما درتيش شي حاجه. انت انسان يعول على راسهم، يعول على شي واحد، يعول على كتاف الراجل كيعول على راسهم، كيعولش على شي واحد. وهذا الشيء لقى اقبال؟ كاينين الناس كيجيو عندك؟ الحمد لله. شوف الانسان ملي كيكون مزيان وكيعرف يتعامل مع الكليان واخا تكون كما كنت يجيو عندك الناس. والناس ديال الجاليه كيجيو عندك؟ ضروري كيجيو عندك. ملي كيشوفوا بحال هذا البروجي هذا شنو كيقولوا له؟ هو الصراحه كيتعجبوا، كيقول لك كيفاش بيتزا كطيح في الزنقه؟ كيفاش بيتزا في الشارع العام؟ كيفاش بيتزا في الشارع العام؟ وملي كيذوقوها؟ ملي كيذوقوها صافي كيقول لك ما شاء الله، الله يسهل عليك ودعيوا معايا حتى هما. وهاد لاباتش، هاد لاباتش شكون كيصايبها؟ لاباتش واش كتشريها؟ لا كنصايبها في الدار. كتعجنها؟ كنعجنها، كنقاد داكشي كامل، كندير لها دومي الكويسو في الدار. اييه. وكنجيبها كنعاود نزيد نطيبها. غادي نقول لك تبارك الله عليك والله يوفقك، ونتمنوا الشباب يديروا بحالك. اللهم امين، وندعيو مع الشباب كاملين ينوضوا يتحركوا على راسهم، ما يعاولوا حتى شي واحد يكونوا رجال. الله يعطيك الصحة. هاد الوقت كتبغي الرجال، ما كتبغيش شي واحد فاشل ولا. الله يسهل على الجميع. الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك.